السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نجلاء الحميدي بقناتي على اليوتيوب مطبخ نجلاء الحميدي. بصوا بقى، النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض أكلة جميلة جدا. الأكلة دي أنا أكلتها من 13 سنة بالظبط من إيد مامة دعاء صاحبتي، ربنا يبارك في عمرها ويحفظها يا رب. أيام ما كنا في الجامعة كنت أول مرة أكلها من إيديها الصراحة، وعجبتني جدا جدا، فإيه ابتديت ان انا اعملها من الوقت ده، فحبيت ان انا اصورها بقى مع حضراتكم بعد العمر ده كله. تمام. علشان اقول لحضراتكم هنعملها ازاي. هي طبعا اكلة معروفة وسهلة جدا، بس انا معتزة بيها علشان كنت اكلتها اول مرة من ايد مامة صاحبتي. النهاردة هنعمل مع بعض باذن الله البطاطس المحشية لحم مفرومة، غدا سهل وسريع. بينا بقى علشان نشوف مع بعض هنعمل ايه بالظبط. وهنا كده زي ما حضراتكم شايفين انا مقوره البطاطس وحطها في ميه زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. بصوا انا هقورها كمان. لما بتختاري البطاطس اللي هتحشيها لحمه مفرومه هتختاريها طويله شويه. المقور ده جميل جدا، بحب استخدمه، بيقور بكل سهوله وبسرعه جدا. تمام. لو حضرتك ما بتعرفيش تقوري بيه، بتمسكي تلفيها بايدك كده، شايفه مطلعه كل حاجه جميله جدا. طبعا انا بستخدم البطاطس ما برميهاش، اللي بتطلع من التقوير بالشكل ده كده. تمام. او لو هتعملي بالمقور بتاعنا العادي برضو بتقوريها عادي زي الكوسه او البتنجان. تمام كده. وباخد برضو اللي بيخرج منها ما بنرميهوش خالص. تمام. اوري، ما بتاخدش وقت يعني، هي سهله وطعمها كمان جميل قوي في الاكل بالظبط كده زي ما حضرتك شايفه. تمام. هحطهم بقى كلهم في ميه. انا دلوقتي معايا لحمه مع الصاجاها من قبل كده، وكانت في الديب فريزر عندي. طبعا احنا عصجنا اللحمه مع بعض قبل كده كتير، وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. انا حطيت هنا، كنت مقطعه بصلتين بس، الحته ده عفوا الكاميرا فصلت فيها. حطيت البصلتين مع البشر بتاع البطاطس مع كام معلقه كده من اللحمه المفرومه. انا معايا هنا كده على البوتاجاز معايا توم مفروم، وحطاه كده هحمره، ومعايا الطاسه اللي هشوح فيها البطاطس بتاعتنا. تمام كده. اهي انا بنزل بكل البطاطس كده في الزيت، بتاخد تشويحه بسيطه كده بحيث ان هي تاخد ايه 30% من السوى بتاعها. تمام. والثوم كده معايا على عين، دي طبعا الطماطم اللي كنا مخزنينها مع بعض قبل كده. تمام. انا بحب احط طماطم كتير مع البطاطس المحشيه لحمه مفرومه، بتبقى طعمها حلو كمان، علشان يبقى فيه صوص تاكليه مع الرز اللي هتعمليه، لان بنعمل جنبها رز، بعمل جنبها رز بشعريه او رز ابيض. تمام. ما بتكملش 10 دقايق كده وبخرجها زي ما حضرتك شايفه، يعني هي 30% كده من السوا بتاعها. بحط على الطماطم بقى ملح وفلفل اسود وخلاص كده. تمام معانا. بصوا بقى، انا بجيب معايا هنا كده البصل مع المعلقتين اللحمه المفرومه مع البطاطس التقوير بتاعها اللي احنا خرجناه، وانا بملاها من اللحمه المعصجه علشان طبعا هي مش حشيها رز يعني، علشان ياخد راحته في السوى. اللحمه مستويه والبطاطس مستويه 30%، ما بتاخدش وقت في الفرن. انا بكمل الحشو بتاعي، بملى البطاطس كده باللحمه المفرومه زي ما حضرتك شايفه. وبعد كده بعد لما بخلص بجيب الطماطم اللي احنا مسبكينها بالثوم وبنزل بيها. هقول لحضرتك كده بعد ما خلصت اهو، دي الطماطم. طبعا انا ما بحطش ميه عليها لان انا مكتره طماطم، لكن لو هتكون الطماطم بتاعت حضرتك قليله بتحطي نص كوبايه من الميه علشان طبعا هتستوي برضو في الفرن. انا بحط عليها ورق فويل وهدخلها الفرن تستوي. مش هتاخد معانا تلت ساعه لو في فرن البوتاجاز او فرن الكهرباء، انا الحقيقه بحطها في فرن البوتاجاز، واخدت معايا نص ساعه بالظبط. وده كده كمان شكل معانا البطاطس المحشيه لحمه مفرومه، سهله وسريعه وما بتاخدش وقت، وكمان بتنفع في العوازيم جدا. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. من فضلك لو الحلقة بتاعتنا عجبتكم ما تنسوش الاشتراك واللايك. ده هي كده لسه خارجة من الفرن، ريحتها حلوة قوي علشان احنا معصجين اللحمة جميل جدا بالبهارات بتاعتنا. هسيب لحضرتكم برضو لينك اي اللحمة المعصجة في صندوق الوصف. ما تنسوش الاشتراك واللايك. دمتم في رعاية الله.